اليوم هو اليوم الأخير من هذا المعرض اللي الحمد لله لقى واحد نجاح ظاهر، وهذا بشهادة جميع العارضين. والحمد لله يعني جميع العارضين برهنوا على أن المعرض لقى الاستجابات والانتظارات ديالهم. اليوم تقريبا لهذا الوقت اللي كنا نتكلم معكم تعدينا العدد ديال 8500 زائر اللي زاروا المعرض، باش 8500 شخص مهني تاخذ العبء ديالها وتنقل حتى لهذا المعرض. هذا ليس بالهين الحمد لله، وهذا كيبرهن بان الاديه ديال اليوم ديال هذا المعرض اصبحت اديه عندها المردوديه لا بالنسبه للعارض ولا بالنسبه للزائر. وكنعطيكم ان شاء الله موعد السنه المقبله في شهر اكتوبر 2020 ان شاء الله. بالتاكيد كانوا تكريمات يعني كانوا تقريبا اليوم هذا خامس تكريم، هذا التكريم الخامس اللي كاين حضرته معنا، هو تكريم الجناح الايطالي تقريبا مشاكل تقريبا شي 12 ولا 15 شركه، ما عنديش العدد بالضبط، ولكن مشاكل يعني بواحد تقريبا واحد 200 متر مربع. وتبارك الله يعني الشراكه اللي درنا معاهم جميع الفاعلين في القطاع داروا معاهم اتفاقيات، والناس دونك بغينا نشكروهم على الثقه ديالهم في المغرب وكذلك في المعرض.